السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف شباب؟ إن شاء الله معكم هذا كي أرجع لك فيديو. هذا فيديو إن شاء الله راح نتكلم كيف نقتل إيما. طبعا إيما يمديك تقتلها إذا أنت رحت لنهاية الشورى. طبعا نهاية الشورى معروفة كيف إنك لازم تقلب على كو عشان توثق بأبوك وتسوي كلام الزبدة. طبعا تدخل هنا الأب يقول ها هذا طبيعي في ولدي راح يثبت قوته عشاني الزبدة. تدخل عند إيما الحين تتبارى ضدها. طبعا إيما سهلة، فيز واحد، يلا تعالي خلنا نضرب اتشمونجي، اجلدها كذا على راسها الغبي هذا. صد اتشمونجي، طق دبل اتشمونجي، هذه طعنة اتشمونجي، اتشمونجي ضاعت غبية. هوب، طبعا عندها مسكة وعندها هذه الحركة الغبية، طق. واو واو واو، كلنا اعميان اكثر من الثاني. هذه طعنة يمديك تسوي لها داش وتصدها. حلو اتشمونجي قاعدين حلو اتشمونجي، طق طق صد هوب داش طق اتشيمونجي. هذا اسهل طريقة انك تقتل ايما، داش اتشيمونجي طق، داش دبل اتشيمونجي طق، وز دبل اتشيمونجي، ومع السلامة اطعنها موتي يا غبية. تقول ش وبس كذا. علمناكم كيف تقتل ايما، كان معكم خالد كريج، مع السلامة.